مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. إن حياتي وحياتك مثل قصة، إن طالت أو انقصرت، مع الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليه. قصة حياتي ضامنها في ايدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيه. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الانترنت، وعنوانه موجود على الشاشة قدام حضراتكم www.livestorytv.com، أو بيرسلوا لنا خطابات أو عن طريق السكايب أو عن طريق الفيسبوك أو بأي طريقة بيتواصلوا معانا. بعض المشاهدين بشكرهم جدا، أرسلوا لنا فيديو صغير بيعبروا فيه عن أفكارهم وبعض نصائحهم. بنستقبل كل ما بتقدموه وبنزيعه كمان. قصتنا النهاردة قصة جميلة طريفة، بس شخصيا عجبتني جدا لما قريتها واخترتها كمان عشان تكون النهاردة قصة البرنامج، بعنوان خارج العربة. قصة بتتكلم عن مرأة فقيرة ومعاها طفلها في واحدة من البلاد الأوروبية أيام البرد الشتاء، دنيا تلج، وما كانش وقتها، القصة قديمة شوية، ما كانش العربيات الموجودة دلوقتي موجودة، وكانوا بيتنقلوا عن طريق العربات اللي فيها بيقعدوا وبتجرها الخيول. فهي ماسكة طفلها وهتتجمد من البرد وحضناه، وطفلها بيدفى شوية لكن هي ايديها ورجليها اتجمدت خالص. وهي بالشكل ده مر راجل من الأثرياء من الأغنياء مع عربية بيجرها خيلين، فشافها وعطف عليها قال لها تعالي اتفضلي اركبي. ركبت معاها هي والطفل، بس لاحظها انها بتقشعر وانها بردانة جدا، وان اطرافها فعلا تكاد ان تتجمد، وبالتالي البرد بيجي للولد. فعمل حاجة غريبة جدا، طبعا انا استغربت لها لما قريت القصة، قال لها حط الولد هنا، فحطت الولد جنبه. وبعد ما قال لها كده راح زقها ورماها بره العربية وجري بالحصان. طبعا انا لما قريت العربية قلت ده راجل ايه اللي بيعمله. طبعا هي لقيت الراجل واخد طفلها الوحيد وبيجري، جريت وراه، هو يجري وهي تجري وراه، هو يجري وهي تجري وراه. بعد حوالي 2 كيلو من الجري وقف وقال لها اتفضلي. قالت له انت بتعمل كده ليه؟ قال لها اتفضلي اقعدي، بردانة؟ قالت له لا انا مش بردانة. يا اتاري هو عامل كده بذكاء، دفعها وطلعها برا العربية علشان تجري، ولما تجري هتدفى والدم هيجي ويجري في عروقها ويبقى وضعها الصحي افضل، وتحتضن الولد اكتر وتدفيه. فبدل ما الاول كانت هتقول له يعني تزعق فيه او ممكن تشتمه ازاي عملت كده، شكرته قالت له شكرا على الحكمة العظيمة اللي عملتها معايا ومع ولدي، انا متشكره جدا. ايه اللي حصل خارج العربه ده اللي هنستمتع بيه بعد ان نستمع ونستمتع ايضا بهذه الترنيمه الحلوه مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي الى ما بعد الترنيمه. حملي يا ثقيل ربي أعيا جاهلي، ولست في المسير قادر.
التي ما كنت أخطو خطوة في تلك الظلمة. لولاك أنت خلي يا رفيق رحلتي، ما كنت أخطو خطوة في تلك الظلمة. فأنت لي كل ما في دنياي ها هنا، عزاء روحي سلوتي في الحزن والضنا. فأنت لي كل ما في دنياي ها هنا، عزاء روحي سلوتي في الحزن والضنا. لولاك أنت حارسي لن يعرف الهنا طريقه إلى قلبي الحزين أبدا. لولاك أنت حارسي لن يعرف الهنا طريقه إلى قلب الحزين أبدا. فقوني رب القوي يا رب، ليس لي إلا كملجأ وحصن فيه أحتمي. فقوني رب القوي يا رب، ليس لي إلا كملجأ وحصن فيه أحتمي. لولاك أنت ناصري لن يحلو قولي لي، ليعظم انتصاري بالذي أحبني. لولاك أنت ناصري لن يحلو قولي لي، ليعظم انتصاري بالذي أحبني. حملي الثقيل ربي أعيا كاهلي، فلست بالمسير قادر بمفردي. هكذا شاد لنا مرنمنا دافئ الصوت منير حبيب. صحيح، لست بالمسير قادر بمفردي. هذه قصتنا خارج العربة، الراجل السري اللي كان معاه عربة بيجرها اتنين من الخيول في البلاد التلج في أوروبا قبل ما تكون في عربيات، وعطف على واحدة وابنها، ولكن هي كانت خلاص ايديها اتجمدت وبردانة جدا، والولد كمان بردان، فقال لها حط الولد هنا وغطاه، وراح دفع الست بره العربية وجري، هي جريت وراه، هو اجري هي تجري، بعد 2 كيلو وقفلها وقال لها اتفضلي. قالت له انت عملت كده ليه؟ قال لها انت بردانة. قالت له لا انا اتعالجت. ايه رأيك في القصة دي؟ طبعا بقول لك انا في البداية الراجل ما يعني استغربت، لكن المبدأ ده موجود في الكتاب، موجود بكثرة. مثلا هرى لك كلام قاله موسى النبي في النشيد بتاعه الشهير في سفر التثنية اصحاح 32. بص بيقول ايه، بيقول وجده، اي وجد يعقوب، الله وجد يعقوب، وجده في ارض قفر، زي ما الراجل ده الغني وجد الست وطفلها، وجده في ارض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. عمل ايه ربنا مع يعقوب الراجل المتعقب ده اللي ما كانش حلو ولا حاجه للنعمه؟ احاط به، ربنا حوط عليه وصانه، لاحظه وصانه كحدقه عينيه، حدقه عين ربنا. تخيل يا اخي، يعني ربنا اعتبر يعقوب ان النني بتاع ربنا. تعبيرات ربنا عايز يقول قد ايه انا بحبك وبعتني بيك. بس استغرب الايه اللي وراها، كما يعني بعد ما اعتنى بيه وحافظ عليك حدقه العين، عمل ايه؟ كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف، ويبسط جناحيه ويأخذها
ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إلها أجنبي. يعني إيه؟ بيحكي موسى بالوحي طبعا قصة معاملات الله مع يعقوب اللي هو أبو الشعب الأرض القديم. بيقول إن ربنا لقي يعقوب في أرض خلاء وحش مستوحش خرب، راح حضنه زي ما ظهر له ساعتها ساعت في مكان اسمه بيت إيل، وأحاط به ولاحظه كحدقة العين. طب وبعد كده؟ بعد كده بدأ يعني سوري في التعبير يزقه من العربية. وبيقول زي النسر، إذا بتدرس حياة النسور تلاقي إن النسر بيهتم بعياله جدا، بيبني عشه فوق قوي في العلالي أعلى قمم الجبال، محدش يقدر يقرب من ولاد النسر، ويحضنهم رغم النسر قوي لكن حنين خالص، يحضنهم ويعتني بيهم. وبعد ما النسور يطلع لها ريش كده وتكبر، يروح النسر، اقرأ في أي موسوعة، يروح النسر برجليه، النسر كبير، يروح ضارب العش من على قمة الجبل يكسر العش، وطبعا الفراخ الصغيرة تنزل تهوي، سوري يعني التعبير باللهجة المصرية، هتتدغدغ هتتخرشم هتتكسر، الحقوني. وطبعا نزل، لو نزلت على الأرض من الجبل هتموت، وكأن النسور الصغيرة الحقوني هموت. وقبل ما تعمل في الأرض يجي النسر وروح فارد جناحاته وعلى مناكبه على كتافه، ياخدهم ويطلع بيهم تاني لغاية العش، وفجأة يروح خالي بيهم وينزلوا هموت. طب ايه الفكرة؟ الفكرة انه يعلمهم الطيران، زي ما الراجل ده زق الست وخليها تنزل من العربية عشان تعمل شوية رياضة وتدفى هي وولدها، ربنا مرات بيعمل معنا كده. طبعا الكتاب مليء بقصص كتيرة عن خارج العربة، طبعا يعوزني الوقت ان اخبرتك عن يوسف مثلا. يوسف اترمى برا العربة لما اخواته باعوه، وراح لفوتيفار واتسجن من فوتيفار والسجن 13 سنة مع بعض، ثم في أرض مصر صفنات في عنيق، وأخيرا حقق الله غرضه به. كمان في شخص اسمه أكيلا ومراته اسمها بريسكيلا، لما تبحث في سفر الأعمال وصح 18 تلاقي إنهم الناس دولة زقوا برا العربة 7 مرات. يعني بسرعة كده في سفر الأعمال وصح 18 تنقلوا من بلدهم اللي اسمها بنتوس اللي هي بلد بيلاطس البنطي، إلى روميا، إلى كورنثوس، إلى أفسس، إلى روميا مرة تانية، إلى أفسس، إلى السماء، نازلين يتنقلوا. طب وهتقول لي دي كويسة؟ طبعا كويسة، ربت عندهم عضلات روحية. ففي كورنثوس أثناء تنقلهم كان في روما القيصر طلع قرار إن أي شخص من أصل يهودي يطلع برا روما كان للخير، طردوا برا العربية، وهناك اتقابلوا مع الرسول بولس اللي عرفهم عن شخص الرب يسوع المسيح اللي أخذوا الحياة. يمكن حاسس إنك مرمي برا العربية، حاسس إن حياتك مش مظبطة، روعة. تقول لي روعة إيه يا عم؟ صدقني ربنا بيقوي عضلاتك. تقول لي عضلاتي؟ وأنا في عضلات؟ تخافش هو يشيلك على جناحيه، بس أنت قول له عايز أتكل عليك يا رب. يا رب أنا جايلك النهاردة رامي نفسي على كتافك. تخيل أحلى مكان وأضمن مكان خارج العربة بس على كتاف ربنا، تستمتع بالدفء، تستمتع بالأمان. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. حملي يا ثقيل ربي أعيا كاهلي، ولست في المسير قادر بمفردي. حملي يا ثقيل ربي أعيا كاهلي، ولست في المسير قادر بمفردي. لولاك أنت خلي يا رفيق رحلتي.